تعد معالجة ظاهرة سكن العزابي في مناطق السكن الخاص والنموذجي أولوية تنطلق فيها بلدية الكويت مع مؤسسات وزارات الدولة المعنية من خلال لجنة العزاب التي تعمل من أجل الحد من الآثار السلبية على الهوية المجتمعية. اللجنة تواصل الرصد والمتابعة وتفعل إجراءاتها الرادعة والتي تصل إلى قطع التيار الكهربائي عن العقارات المخالفة. إلى التفاصيل. تتفاعل بلدية الكويت مع ظاهرة سكن العزاب في المناطق السكنية بتفعيل إجراءات رادعة، فمنذ تشكيل لجنة سكن العزاب في المناطق السكنية تقلصت الدورة المستندية، ومن خلال التنسيق والمتابعة ما بين وزارات ومؤسسات الدولة المعنية والمشاركة في لجنة العزاب. بناء على تعليمات السيد مدير عام بلدية الكويت للتنسيق ما بين لجنة العزاب المشكلة بقرار معالي وزير الدولة شؤون البلدية وإدارة التدقيق والمتابعة الهندسية فرع بلدية العاصمة بشأن حظر إسكان العزاب داخل مناطق السكن الخاص وفقا لمرسوم 125/2090، حيث قمنا بتشكيل فريق مختص من حملة الضبطية القضائية لاستقبال البلاغات والشكاوي الواردة من المواطنين خلال لجنة العزاب. ورد لنا 66 ما بين بلاغ وشكوى، وتم التعامل معها من خلال فريق الضبطية القضائية، وتم التأكيد بوجود 17 عقار موجود أو مستقل هذه العقارات من قبل العزاب، وتم مباشرة تحرير محاضر مخالفات لملاك هذه العقارات، ومن ثم مخاطبة وزارة الكهرباء بشأن قطع التيار. اليوم رسالة البلدية للجمهور أن وجود العزاب داخل مناطق السكن الخاص يشكل خطر على قاطني هذه العقارات، خصوصا أن كلها عوائل تسكن في هذه العقارات. لذلك البلدية لا تتهاون وباقي مؤسسات الدولة المشتركة معنا في تطبيق صحيح القانون. لذلك أنا أناشد ملاك العقارات أن سكن العزاب داخل عقاراتهم يشكل خطر ويعتبر مخالف للقانون. هذا وقد باشرت لجنة العزاب بتفعيل إجراءاتها الرادعة بقطع التيار الكهربائي عن 18 عقارا مخالفا في المناطق السكنية بمحافظة العاصمة، والتي شملت الصبيخات والدوحة والدعية. هذه العقارات مخالفة وتم انذارها مسبقا ولم يتم إخلاءها من قبل ملاك العقارات، ومن ثم تم تحرير لها محاضر وللأسف الشديد لم يتم إخلاءها من قبل المخالفين. لذلك اضطرينا استخدام قطع التيار الكهربائي بما يتفق مع صحيح القانون العزاب. طبعا في لجنة العزاب طبعا نلاقي كثير في وصلات غير قانونية واللي هي تختص في المادة 18، واحنا طبعا نساعد ونساهم في تطبيقها. العقوبة في حال وجود مخالفة طبعا نحرر لها مخالفة وفق المادة 18 من قانون حماية البيئة واللي هي تختص بالوصلات الغير قانونية للشبكة الصرف الصحي. يذكر أن التنسيق على مستوى عالي في لجنة العزاب ما بين الجهات المعنية بلدية الكويت ووزارة الكهرباء والماء والهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الداخلية والهيئة العامة للبيئة ووزارة الأشغال في عمل يمثل منظومة متكاملة من أجل القضاء على ظاهرة سكن العزاب في المناطق السكنية. راد الشمري لتلفزيون دولة الكويت.